السلام عليكم أصدقاء الكرام. اليوم غنشوفوا من غادي يرجع ليا لشوفوا معايا هذا البوسفور علي من آسر. ها هي فين كتشوفوها، يا سلام. غادي ندوزو من فوق هاد القنطرة اللي كتربط ما بين آسيا وأوروبا. خليكم معايا، غادي نشوفوا مناظر جميلة. شوفوا البنية التحتية، يعني هادشي كامل دار فؤاد رجب طيب أردوغان، يعني هو كيبني البنية التحتية وكيبني الصناعة والإنترنت وكذا، ولكن العصابة الإجرامية ديال الملاحدة والعلمانيين اللي متمكنين من فصل الدولة من العادل أتاتوركي كما كتعرفوا، أن هما متمكنين من الإعلام، من الجيش، من القوة، من المدعمين من الغرب. ها هو البوسفور كيبان على أين، مضيق خليج البوسفور اللي كيشرك ما بين البحر الأسود وما بين بحر مرمرة اللي كيوصل للبحر الأبيض المتوسط. دابا حنا ملي غنوصلوا للقنطرة من طرف الحال اليمن ديالنا، إلا مشيتي مع الخليج ديال البوسفور غادي تلقى البحر الأسود الأيسر ديالنا، وحنا غاديين غيكون تما فين كان آيا صوفيا وداك الشيء. هادي الراية ديال الأتراك، هذه هي الراية الوحيدة القليلة في العالم اللي ما تدخلش فيها سايكس بيكو وداك الشيء، الترسيم ديال الرايات. كتشوفوا الرايات ديالنا كاملين مزوقين، الأحمر والخضر والزرق والبيض وشي لعيبات هكا كيتشابوا، ما تعرفش الأردن من فلسطين من كل شيء كيتشابوا. علاش؟ لأن بريطانيا وفرنسا هما اللي هنسهم قطعوا بالمقص وقال لكم ها هي الراية ديالكم، اعتزوا بهذه الشرويطة هذه. بينما في الحرب العالمية الأولى ملي سقطت الدولة العثمانية تركيا ما قدروش يغيروا لها الراية ديالها، لأن قاموا الناس في الحرب العالمية الأولى من طرف الحال الاستقلال وداك الشيء إلى آخره، ونفذوا يعني نفذوا داك الشيء اللي باغا أوروبا نفذوه، غلقوا المساجد إلى آخره في تركيا، منعوا الآذان، الخطباء كموهم، قال لهم شوف هالقناطر، هالقنطرة اللي غندوزو من فوقها هي هذه اللي كتشوفوها، ها هي من حدا البحر. شوف هادشي كامل بنوه الأتراك بيديهم، ما جابوش ناس أجانب اللي يبنيو ليهم. احنا دابا فوق القنطرة، هالبوسفور كما كتشوفوا على اليمن، هذيك هي آسيا. انا غنزيد شوية لليسر نصور لكم الطوموبيل، يعني كما كتشوفوا هذيك قنطرة أخرى بحال هذه اللي احنا فوقها، قنطرة أخرى بحال هذه كان شيدوا من أردوغان. ومع ذلك الناس ما عاجبهمش الحال. علاش ما عاجبهم الحال؟ لأن التصويت كيمشي بالعقائد الإيديولوجية. على أين هي آسيا كما كتشوفوها، ها هي خارجين منها. شوف البناء بحال اللي في أوروبا، يعني الدولة العثمانية هذه راه كانت كتحكم العالم، هذا ماشي اللعب. هذا هو الخليج ديال البوسفور، شوف المياه الزرقاء ما شاء الله. هذيك القنطرة الأخرى هي كتبان لهين، حنا غادي نجي أوروبا غادي ندخلوا ليها، ما كاين حتى شي فرق. يعني آسيا وأوروبا، هي آسيا فيها إسطنبول وأوروبا فيها إسطنبول، يعني إسطنبول مقسومة على جوج. داك الشيء علاش؟ أنه اللي سيطر على إسطنبول يقدر يحكم العالم، وهذا هو السر علاش العثمانيين داروا العاصمة ديالهم في إسطنبول الأستانة الباب العالي، باش تتحكم في آسيا وأوروبا وإفريقيا، كل شيء يكون عندك المداخل والمخارج. هاد اللي كتشوفوا راه آسيا راه هي، والجهة الأخرى هي على الشمال هذيك راه أوروبا، وهذا الكل في الكل إسطنبول. إسطنبول فيها 20 مليون سكان، الطول ديالها من أنقرة حتى الحدود ديال بلغاريا 200 كيلومتر، وبلجيكا من الحدود ديالها حتى لبلجيكا حتى الى بحر المانش 200 كيلومتر. يعني الطول العرض ديال اسطنبول هو العرض ديال بلجيكا كامل. ها هي دابا حنا غندخلوا في اوروبا، شوفوا معايا مزيان، حنا داخلين دابا في اوروبا. القنطره ها هي، ها هو الخليج ديال البوسفور كما كتشوفوا، مناظر جميله خلابه. كنقول لكم العور البطار باثر الاباطيل وقاهر التلاحده وبني قرويد وبني قينقاع بالمغرب. على إن كما كتشوفوا نتمنوا لكم الجنة والهداية والصواب والثبات إن شاء الله الرحمن الرحيم. شوف القناطر اللي كيبنيوها الرسوم، الأتراك كيبنيو هادشي الرسوم، ما كيجيبوش الشين ويبنيو لهم قنطرة ديال ميد إن تشينا كما عندنا هذيك اللي في المغرب. أنت غادي والزلزال خدام في العقابين الحفاري السوكوز، قنطرة فيها السوكوز، يعني هذيك كدوز فوقها ما كتحس حتى بشي حاجة. وراكم شفتوا التصوير كيفاش تهبت من كيجي تزعزع. على اين احنا دخلنا دابا في اسيا، في اوروبا هو هذاك، عفوا دوزنا العيل الكبير وقبل منه شي شويه في اسيا، لان الدنيا خاويه ويعني اتساع وداك الشيء، ولكن ماشي بحال هنايا. هنا هنا كما قلت لكم هانتوما كتشوف الدنيا عامره مطرطقه البشر السياح. هذه هي اسطنبول، هذه العاصمه اللي كانت كتحكم العالم. شوف الاذان راه كيأذن هذاك، راهو هنا هادو 90% 95% من القراعي تشرب هنا جالسين، والموسيقى خدامه بحال داكشي الموازين. هذا الافساد الافساد يعني راه جاري به العمل في جميع بلاد المسلمين، راه الاذان كيأذن والناس هما هنا ما جايبينش الخبر
الشباب كل شيء متلوف، الأحزاب العلمية تنشر الخمر والعلاقات الرداءية بين الشباب لإبعادهم عن المسجد، بحال اللعيبة اللي كاينة في المغرب ديال القيح والصديد والليلان والفايد يبعدوا الناس من القرآن ومن الإسلام، هي نفس المخطط. هادو لو نصور لكم الناس شنو حاطين قدامهم، القراعي الشراب وكل واحد بصاحبته وهكذا، عيش حياتك راه حياة وحدة اللي كاينة، راه ما كاين لا بعت ولا نشور ولا هم يحزنون. يعني هذه اللي بغيت نوريكم حاسمة ديال المسلمين اللي كانت كتحكم العالم هي هذه. كلكم كتذكروا سليمان القانوني ملي فرنسا دارت واحد المسرحيه فيها النساء وفيها شي شويه التبرج، سليمان القانوني صيفط لي رساله للملك ديال فرنسا قال له بلغني انكم يعني كتستعملوا العري ديال المراه وداك الشيء، فاذا الا جاتك البرا ديالي حبس هذا الشيء ما خصوش يزيد لان غياثر على الدوله ديالنا حنا رغم انه بعيد من فرنسا. فما كان من ملك فرنسا الا منع تلك المسرحيات وتلك الجهالات وتلك داك التفسخ منعه بينهم. دابا ملي سيطروا علينا في الحرب العالميه الاولى ها كيفاش ردوا اسطنبول عاصمه اللي كانت كتحكم العالم، القصاره والنشاط والشراب كل شيء شاد الشراب هنا وكيسكروا والاذان كيأذن لين. ولا نعمم بقى اقليه هي اللي كتصلي، والحرب على اردوغان والحزب ديالو على اشده كما الحرب في البلاد العربيه على كل من يقول لا اله الا الله. ارجو ان تكون الصوره والفكره واضحه، والى اللقاء في حلقه قادمه.